لا تشرب الشاي الأخضر ليلاً. تمكن الشاي الأخضر من ترسيخ مكانته في مختلف المجتمعات بفوائده الفريدة، وأن عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى الشاي الأخضر يزداد يوماً بعد يوم، لكن عدداً أقل من الناس يعرفون أن شربه ليلاً يجعله ضاراً. الشاي الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من المعادن المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة والكافيين، والتي يمكن أن تعزز وظيفة الخلايا العصبية وتحسين الاسترخاء وتحسين نظام الاستجابة وتعزيز الذاكرة. وفقا لموقع هيلثلاين، الأحماض الأمينية وخاصة حليب الشاي الأخضر تقلل من التوتر وتساعد الناس على النوم لفترة أطول وتحسين نوعية نومهم. يمكن لهذه العناصر تحسين وظائف المخ وفقدان الوزن والوقاية من السرطان ومرض السكري وكذلك أمراض القلب. أظهرت الدراسات أن استهلاك 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يقلل أيضا من التعب ويحسن النوم. على الرغم من جميع الفوائد المذكورة للشاي الأخضر، يعتبر الكافيين منبها طبيعيا، ويحتوي كل 240 ملي على حوالي 30 ميلي جراما من الكافيين. تستغرق أثار الكافيين 20 دقيقة لتبدأ وتصل إلى ذروتها. بعد ساعة من الشاي الأخضر قبل النوم يمكن أن يضعف قدرة الإنسان على النوم، وأيضا سيجعل الشخص يرغب بالتبول أثناء الليل كثيرا، مما يقلل من جودة نومهم. لذلك فإن شرب الشاي الأخضر في الليل يمكن أن يحول هذا المشروب المفيد إلى مشروب ضار، ويعكس فعاليته في تحسين نظام النوم وصحة الإنسان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.